كما كتشوفوا معايا هذا الولد هذا كيعاني بعد الاول اعاقه يعني ربما نفسيه واعاقه حتى ربما على مستوى النطق وعلى مستوى الحركه. هذا الولد هذا جابوه الاخوان السي رشيد الوالي والسي فيصل بودوس جابوه تلاقاو معاه في وسط المدينه كيقول بالحرف ان عمو ياك السي رشيد عمو خلاه في وصلوا لمدينة زايو وخلاه وصلوا لمدينة زايو وخلى اسمح فيه البارح كيقول بلي بات البارح في الشارع هنا في مدينة زايو ما كيقدرش يوصل لكل شيء اللي راه عنده. في كل مرة كيجي يهضر كيبكي مع الحالة اللي وقعت له. الان حنا كنديروا هذا النداء هو ما حافظ حتى شي رقم ديال الهاتف تاع العائله ديالو ولكن كيقول لك اللي كيسكن في حي السلام في سلا وبالضبط منطقه القريه اللي المنطقه الشاطئيه قريه موسى معروفه في مدينه سلا. اي واحد كيعرف ولا عنده شي خيط يقدر يوصل لهذه القريه هذه ولا العائله ديالو يتصل بالموقع ولا يشوف شي اجراء اللي يقدر يسهل المأموريه ديال هذا الشاب هذا كيقول ان العمر ديالو 24 سنه. كيقول سميتو النواري عزيز ياك؟ النواري عزيز. هذه هي المعلومات اللي راه عندنا لحد الان. اي خيط يقدر يوصلنا للعائله ديالو المرجو الاتصال بالموقع ومن بعد ربما تعقبها اجراءات الاتصال بمفوضيه شرطه زايو على اساس نشوفوا الاجراء الاصلح ربما نصيفطوه ربما بشكل مضمون للبلاد ان شاء الله. يلا سير قول. السلام عليكم مام با انا عمي زين زايو دمراب زيزران الدار نزق كان الشرم دا خلصنا أنا كبير أمي دا مرحبا مام با انا عمي زين زيو دمراب زيزران كيم